أو لقاء تواصلي، واخترنا أن يكون أول لقاء تواصلي مع الشباب، مع الفئة الشبابية، نظرا لأهمية اللي يلعبها الشباب في التغيير. وكما تعلمون أن شعار الحزب هو شعار رفعناه، وهو شعار من أجل التغيير، من أجل جهة قوية، ومن أجل التنمية الشاملة. ولقاؤنا اليوم يندرج في تقرير المواطن، مواطن هذه الجهة، من مرشحي التجمع الوطني الأحرار، وخلق جسر التواصل بيننا وبين المواطنين مباشرة. اخترنا أن نكون في جبهة مباشرة مع المواطنين، وفي لقاء مباشر مع المواطن، وسنقوم إن شاء الله بالعديد من الجولات التواصلية في كل المناطق المتعلقة بالجهة مع المواطنين، حتى يشعر المواطن بقرب المنتخب منه، وحتى نقرب المواطن من برامجنا ومن مشاريعنا ومن أفكارنا ومبادئنا. لأنه الانتخابات كما تعلمون اليوم، أو الجهة كما تعلمون اليوم، قد تغيرت، ويجب علينا أيضا نحن أن نتغير في هذه الجهة، وأن نقدم أناس اللي يكونوا في مستوى المسؤولية وفي مستوى حمل لواء التغيير بهذه الجهة. رغم هذه المناطق، صحيح أننا لا نشتغل في هذه المنطقة نظرا لعدم وجود جامعة متكاملة داخل المنطقة بكل التخصصات، هذا مش اختيار حر منا، وإنما هو إكراه وإجبار نظرا لعدم وجود جامعة بجميع التخصصات. وأظن على أنه تخصصنا هو تخصص الحقوق بالقانون الخاص، وهذا التخصص هو غير موجود في هذه النواه الجامعيه. احنا برنامجنا اليوم هو المطالب بتقريب العلم من ساكنه هذه الاقاليم ومن شباب هذه الاقاليم، وخلق جامعه وليست نواه جامعيه، خلق جامعه متكامله لجميع التخصصات لشباب هذه المناطق، وخلق فرص شغل لهذه الفئه الشبابيه المعطله. فرص الشغل لن تاتي طبعا الا باختيار كفاءات محلية اللي عندها واحد نوع من التواصل، وعندها نوع من العلاقات، ليس فقط على المستوى الوطني ولكن أيضا على المستوى الدولي. وأقول على أنه اختيارنا كوكيل لائحة التجمع الوطني الأحرار للائحة المثالية للسيدة ماركا بوعيدة وهي غنية عن التعريف، ما هو إلا تأكيد على التجمع الوطني الأحرار في اختيار أشخاص سواء ذكور أو إناث في مستوى المسؤولية، نظرا لما ركبته سيدة ماركا بوعيدة التجربة على المستوى الوطني وعلى المستوى الدولي. وأظن على أن يعني وجود ماركا بوعيدة اليوم بيننا هو فخر لهذا الإقليم، نظرا لأن في الأول والأخير تنتمي لهذه المنطقة، وعندما تظهر في شاشة التلفزيون يشار لها بالأصابع على ابنات واد نور وابنة إقليمية. هذا مكسب لهذه المنطقة، فخر للمغرب أن تكون لديه سيدة بهذه الكفاءة، والسيدة تتحدث أربع لغات بطلاقة وبدون وجود مترجم. طبعا كل هذه الكفاءات تكون الآن تكون على أنه في مرحلة اختيار، ومرحلة الاختيار واضحة، هناك 13 لائحة متقدمة على مستوى الجهة. يجب على كل مواطن وكل شاب، كل امرأة، كل رجل، كل عجوز، أن تضع هذه اللوائح أمامها على الطاولة، وأن تقرأ ما يسمى بالسيرة الذاتية لكل مرشح. وأظن على أن المقارنة بين الكفاءة وبين الشواهد على مستوى المرشحين لن تجده، وهذا ليس افتخارا ولكنه تقرير لواقع موجود، لن تجد أفضل من مرشح التجمع الوطني الأحرار. لتمثيلكم على جميع المستويات الجهوية وعلى المستوى البلدي. أظن أيضا على أنه تقدمنا لهذه الانتخابات ليس طمعا في مكسب معين. نحن جميعا ولله الحمد كما يعلم الجميع لدينا مناصب،
ولدينا مسؤوليات سواء داخل الوزارة بالنسبة للسيدة ماركة معيلة أو بالنسبة لي أنا كمرشح داخل الجامعة، بالنسبة للسيد مرشح البلدية داخل كمحامي وجميع الأطر الموجودين في اللائحة. إذا لا نسعى إلى المناصب، أيضا لا نسعى إلى مراكب الثروة، وأكون على أن تاريخ كل شخص وتاريخ كل عائلة داخل هذه المنطقة معروف، وأظن أيضا على أن مفهوم الجيران هو مفهوم اقتصادي، وأظن على أن الاقتصاد عندما يجتمع مع الكفاءة سنقدم جهة قوية، جهة متكاملة، وجهة تستطيع أن تخلق فرص شغل. أنتم تعلمون بحاجيات الإقليم، وتعلمون على أن الإقليم محتاج إلى العديد من البنى التحتية، وحتى عندما لا تريدون أنتم ولا يريد الغير فتح كل ما هو موجود داخل هذا الإقليم، أظن على أن الأقدار الإلهية فضحت ما هو موجود داخل هذا الإقليم عندما جاءت الفيضانات إلى هذه المنطقة. إذا الآن نحن في لحظة تاريخية مهمة بالنسبة لنا للاختيار أفضل. قد لا نكون نحن المتواجدين هنا معكم أفضل، ولكن ندعوكم إلى تحكيم ضمائركم واختيار من يمثلكم سواء على مستوى البلدية أو على مستوى الجهة. حتى لا أطيل عليكم أكرر على أننا لم نأتي هنا من أجل خوض هذه المعركة الانتخابية من أجل منصب معين ولا من أجل ثروة معينة. ما حركنا هو الغيرة، غيرتنا والذي يعاين بدخول المثقف في غبار الانتخابات. أقول له على أنه كفى من أن يركن المثقف كمنظر داخل الجامعة، يجب أن ينزل المثقف برجه العالي إلى غمار الانتخابات، وأن يشارك في تنمية مناطقه. كفاءتنا داخل الجامعة لن تجدينا ما لم نقدم هذه الكفاءة إلى إقليم حتى إلى مدينة. إذا نحن جئنا من أجل هذه المسألة، وجود السيدة مباركة بوعيدة معنا اليوم دليل قاطع على رغبتها في خدمة هذه الجهة التي تنتمي إليها، وتركت كل مشاريعها الوطنية والدولية وجاءت إلى هذا الإقليم من أجل خدمة الصالح العام لا زيادة ولا نقصان لكي لا يزايد علينا أي أحد. التاريخ يفصل بيننا، والتاريخ الإنسان ذكره به ولا نعاير أي أحد. نحن نريد التغيير في إطار المسؤولية والالتزام، والتغيير لن يكون بنا وحدنا، سيكون بكم أنتم جميعا، ودوركم أنتم كشباب هو توعية عائلاتكم، توعية جيرانكم، توعية من لكم عليه سلطة النصيحة. ختاما أتمنى التوفيق للجميع، وأقول لكم أننا جئنا هنا لهذه الانتخابات من أجل المصلحة العامة، وأقف على المصلحة العامة وأضع عليها مجموعة من الخطوط الحمراء والزرقاء والبيضاء. والسلام عليكم.